بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نأخذ وقت وجيز كذا في مع رياض الصالحين. احنا كنا وصلنا الى كتاب الجهاد الباب رقم 234 الى الايه في قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم. دي احسن تجاره مع ربنا سبحانه وتعالى. اي تجاره في الدنيا يعني يوم ما تكسب كتير قوي، تكسب 100%، تكسب 200%، 1000%، التجارة مع ربنا سبحانه وتعالى ليس لها حد ولا وصف في المكاسب، واخد بالك؟ فالنفقة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف كمان بقى، يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. يعني العطاء ربنا سبحانه وتعالى ليس له حد وليس له وصف، سبلك يرزق ما شاء بغير حساب، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني بغير عد ولا حصر، فيش عدد معين. فالله سبحانه وتعالى لا يتعظمه شيء. ولذلك لما بعض الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا نكثر يا رسول، نحن نكثر من الخير بقى، قال: الله أكثر، اللي عند ربنا كثير لا ينقطع، ليس له حد ولا وصف، لأنه الغني غنى الذات. اي حد تاني بيبقى غني بحاجه، يعني واحد غني بماله، طب شلنا ماله يبقى ايه؟ فقير، صح؟ واحد قوي بصحته، قوي بعشيرته، باهله، شلنا الحاجات دي يبقى ايه؟ يبقى ضعيف وفقير. واحد غني بمنصبه، شيصب. لذلك قالوا: من استغنى بشيء افتقر اليه، لكن اللي استغنى بالله يبقى ده اعلى الغنى بقى، الغنى بالله، لان ربنا سبحانه وتعالى غني غنى ايه؟ ذاتي، والعبد فقر فقر ذاتي، مش يعيش من اكل غير وشرب، مش يعيش من غير تنفس، مش يعيش من غير زوجه واولاد ومجتمع، ها، الى اخره. اما ربنا سبحانه وتعالى الواحد الاحد الصمد عز وجل لا يحتاج الى احد. لذلك اعظم التجاره التجاره مع الغني الحميد. هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم؟ ايه التجاره دي؟ تؤمنون بالله ورسوله. يبقى هنا في سؤال: هل ادلكم؟ عايز التجارة دي؟ عايزها أكيد. طيب إيه شروطها بقى؟ تؤمنون بالله ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. يبقى الجهاد بالمال، جهاد بالنفس، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أنت تبذل نفسك لله ومالك لله، ده أحسن لك، لو أنت عالم العلم الحقيقي، العلم اللي ينفعك، إن كنتم تعلمون. طب إيه اللي بيترتب على التجارة دي؟ لما انت تبذل مالك ونفسك لله، ايه اللي بيترتب؟ يغفر لكم ذنوبكم، اخطاء كلها اللي عملتها كبيره وصغيره، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات، مش جنه، ليه؟ جنات تجري من تحتها الانهار. الانهار مش بعيد، قريبه، وانواع، ليس نهرا واحدا انما انهار ايه؟ متعدده، نهر من عسل، نهر من خمر، نهر من ماء، نهر من لبن، ها، تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. في أنهار وفي مساكن طيبة، في جنات عدن. إعادة ثانية للتأكيد، قال يدخل جنة وبعدين إيه؟ ومساكن طيبة في جنات عدن. المسكن طيب، طيب، ما هو ممكن يكون ده كان حلو في الصحراء في مكان مش مريح، لكن مسكن طيب في في مكان طيب، في جنات عدن. جنات عدن يعني جنات مستمر لا تنقطع بفضل الله سبحانه وتعالى، خالدين فيها أبدا، في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، هو ده الفوز الحقيقي، الفوز الكبير. قال: وأخرى تحبونها. ده في فايدة وحاجة أنتوا بتحبوها، ها؟ طب اللي هو ما قالش في الجنة اللي أنتوا بتحبوها ليه؟ عشان ده ثواب أخروي، لكن ده بقى ثواب دنيوي. ودايما الإنسان بيحب الإيه؟ العاجلة، بل تحبون العاجلة. اديني دلوقتي، معلش اديني دلوقتي، أنا عايز دلوقتي، ها؟
وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. لما أنتم تبذلوا أموالكم وأنفسكم لله ربنا هيديكم ثواب في الآخرة وكمان ثواب في الدنيا، عز نصر رفعة تمكين في الأرض. خدت بالك؟ مادام ما تعيشوا أذلة ومستضعفين، ها ما هو أنت يا تعيش عزيز يا ذليل، هو في قوي وضعيف، هي سنة ربنا في الكون كده، في مريض وفي صحيح، صح؟ في واحد بيتألم والتاني بيداويه، طبيب ودكتور. لو ما فيش طبيب مش هيبقى فيه دكتور، لو ما فيش مرض مش هيبقى فيه دواء، لو ما فيش معصية مش هتبان الطاعة، لو ما فيش أعمى البصير مش هيقول الحمد لله نعمة البصر لأنه ما شافش فقد البصر، صح ولا مش صح؟ عشان كده قالوا بالأضداد بتظهر الأشياء، وجود الحاجات المتعاكسة دي بتظهر. عشان كده يقول لك ايه الصحة، فاكر انت المثل اللي بيقول لك او القولة المشهورة، يقول لك الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يشعر بها إلا المرضى. الصحيح ما يشوفش ان هو ايه في نعمة إلا لما ايه تروح منه الصحة. وسبحان الله دي حاجة غريبة، ان تلاقي المريض أكثر حمدا لله من الصحيح، صح؟ يعني بص لقيت الملاحظ بصحته الحمد لربنا، يعني ايه شوية صغيرين. طب لسه يرقد في الفراش كده كل شوية يقول الحمد لله الحمد لله. وانت روحت تزور الناس ربنا عافينا وعافي المسلمين جميعا من الأمراض والأوبئة، تلاقيه مريض وقعيد، انت عامل ايه يا فلان؟ يقول لك الحمد لله، يعني كويس الحمد لله. ربما انت لو سألت الصحيح انت عامل ايه يقول لك هي ماشية، خدت بالك؟ انا كويس زي ما انت شايف، بومب، خدت بالك؟ بومب وصواريخ وكلام من، ما يقولش الحمد لله. لكن لما يبقى مريض ما يقولكش بومب بقى، لا في بومب ولا في كلام من، يقول لك الحمد لله. فسبحان الله، ربما يكون المريض اكثر حمدا لله من الصحيح، ربما يكون الفقير اكثر حمدا لله من الغني، صح؟ ربما يكون الضعيف اكثر حمدا لله من القوي، ده امر مشاهد. ليه؟ لان الانسان يطغى ان راه استغنى، لما يحس ان هو يعني عنده بقى الاسباب القوه واسباب الغنى يحصل له نوع من الطغيان. الطغيان يفقد الشعور بالنعمه، ما يحسش بقى ان هو في نعمه من ربنا واللي هو فيه ده مش ايه مش ملكه، دي عطيه من الله، ينسى الحته دي فما يقولش الحمد لله، واخد بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى بقدرته وحكمته ياخد منه النعمه دي في بعض الاوقات عشان يفكروا بالايه، انها مش ملكه، ده ربنا اللي اعطاها له، مش هو اللي اكتسبها، ده ربنا انعم عليه. فلما ربنا يعديها له يديها له تاني يحس بايه؟ بقيمتها، مش هو بس وغيره كمان. غيره لما يشوفه يقول الحمد لله. لذلك انت لو رحت المستشفى، روح الميري كده، اي مستشفى فيها الامراض المستعصيه دي ربنا عافينا يا رب، لا تملك نفسك الا ان تحمد الله. واحد دماغه مفتوحة فيها 45 غرزة والتاني نايم على الفراش بقاله 10 سنين ما بيتحركش، وجات له قرحة في ظهره، تخيل قرحة الفراش، ضلش يروح الحمام. واحد تالت لا يتذوق الطعام، واحد رابع لا يستطيع أن يتنفس، واحد تاني جاله شلل رباعي. موجود ولا مش موجود؟ موجود. لما انت تشوف كده تقول ايه؟ الحمد لله الحمد لله، غصب عنك تحس ان انت في نعم ايه كبيرة جدا. فربنا سبحانه وتعالى رتب على التجارة معه فوز في الاخرة ونعيم وثواب، وكمان فوز في الايه في الدنيا اللي انتوا بتحبوها. فلازم يبقى فيه يا اما عز يا اما ذل. فالمسلمون لو لم يأخذوا باسباب العز اعيشوا اذلاء، ولو تركوا الجهاد هيذلوا، زي ما وقع الامة دلوقتي، واقع الأمة الإسلامية تتعجبها. انت لو احنا شلنا التاريخ كده، شلنا الواقع من دماغنا وقلنا أمة من أكبر الأمم، الأمة الإسلامية، احنا دلوقتي حوالي خمس العالم ولا ربع العالم، الأمة الإسلامية مليار وشوي، قالوا مليار ونص، مليار و300 مليار، يعني ألف مليون، واخد بالك؟ ده ربنا نصر الصحابة لما كانوا 300 وشوية في غزوة بدر، لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. طب دلوقتي ده احنا مليار و300 مليون،
300 مليون يعني، عشان ما بيتجمع 2 مليون في حته، 2 مليون بيقول لك ده ايه سد عين الشمس، مليار و300 مليون. والثروات عندنا بترول، عندنا ذهب، عندنا فضه، حديد، منجنيز، نحاس، غاز، كل اللي عندنا. واغنى اغنياء العالم اغلبهم المسلمين، اغنى اغنياء العالم اللي معاهم الفلوس اغلبهم المسلمين. طب احنا ناقصنا ايه بقى؟ امال ليه الكفار ركبوا كتفنا اهو عشان سيبنا ديننا؟ ها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. وما فيش حاجه اسمها السلام الدائم، ده كلام عشان يضحكوا بيه عشان احنا الضعيف يقولوا له كده، القوي يقول لك انا بدراعي انا ما اعرفش انا كل حاجه اخدها واخد حقي ما اسكتش، لكن الضعيف هنديك اللي انت عايزه بس استنى شويه هتاخد حقك. هو ضعيف يعمل ايه؟ طيب حاضر، لما تقدر تديني حاجه من حقك ابدي ايه؟ من حقي بدهاني. شفت مثلا الخبر اللي جايبينه ده، مثلا اعترفوا بفلسطين في الامم المتحده دوله ايه؟ دوله مراقب غير عضو. فرحانين قوي، يا دوله مراقب في الامم، مش ده حتى دوله في الامم المتحده، دوله مراقب يعني ملهاش حق التصويت يعني. فرحانين قوي، ودوله دي دوله على الورق يعني، لا في جيش ولا في حاجه، دوله على الورق كده، فرحانين قوي. شفت لما الامه ذلت بتفرح بالفتات، اقل حاجه تفرح بيه، انت واخد بالك؟ واحنا كنا كده؟ لا يستطيع احد ان يهضم حق واحد من المسلمين في العالم كله. ليه؟ عارف ان ده من امه عزيزه، امه منصوره، لو حد اتعرض له الدنيا تقوم ما تقعدش. وهو ده اللي بيحصل بس بالعكس دلوقتي مع الاعداء. الراجل الامريكاني ده في اي مكان عزيز ومنصور ومرفوع الراس، محدش يقدر يجي جنبه، ولو اتقتل ده دمه غالي. لكن لما يموت 100 مسلم، 1000 مسلم، 20000 مسلم، 50000، 100000، مش مشكله، احنا بنحاول اهو نوقف الموضوع، خلينا بنحاول. لكن لما يموت واحد كافر الدنيا تقوم ما تقعدش، الدنيا ما تتحركش، الدنيا كلها تتحرك. ايه اللي بيحصل ده؟ مين اللي موته؟ ومين اللي مش عارف ايه؟ وهنعمل وهنسوي وتحقيقات وارهاب ومش عارف. انت واخد بالك؟ شوف الامر انقلب ازاي. المرأة لما أسرت أيام المعتصم قالت وهي معتصمات، المعتصم بعت جيش عرمرم، جيش ضخم، لحد ما فتح البلد دي وحرر المرأة، وقف على رأسها قال لها أنا وفيت بحقك ولا لا؟ خدت بالك؟ كانت الأمة عزيزة، أمة منصورة. النبي صلى الله عليه وسلم حصر اليهود لأنهم انتهكوا عرض امرأة المسلمة، واخد بالك؟ وأجلاهم عن المدينة. فالأمة الإسلامية لابد أن ترجع إلى عزها مرة أخرى، مش هترجع إلا بمراجعة دينها، ومن ضمنها الجهاد في سبيل الله، التجارة مع ربنا بالمال والنفس. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وده لابد يكون فيه عندنا أمل، حتى وإن تراكمت الظلمات ما تيأس أبدا ولا تقول خلاص الدنيا باظت وحتضيع والأحزاب تآلبوا علينا وتكالبوا علينا. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى يفرقهم في غمضة عين، الدنيا تتغير والأحوال تتغير بفضل الله سبحانه وتعالى. وهو حصل، ياما حصل للمسلمين نكبات، ولما حصل ألام، ولما حصل حصار، وفيش أكثر من غزوة الأحزاب. الأحزاب مش الأحزاب السياسية، أحزاب الكفرية، جم حصروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكانوا مصممين على استئصال المسلمين. حتى ايه قالوا ايه المنافقين؟ قالوا ايه؟ اذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، ربنا كذب علينا وضحك علينا، واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. واقفين ليه؟ خلاص كل حاجه بانت وظهرت، ربنا ضحك علينا والرسول خدعنا والدنيا باظت، محدش يقف، كل واحد يدور على مصلحته ويروح بيته وخلاص. هم قالوا كده، وايه اللي حصل في الاخر؟ ربنا نصر المؤمنين واعزهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا،
وكافى الله المؤمنين القتال. اسمع، وكان الله قويا عزيزا. حتى ما ضربوش، ما حصلش قتال والتحام قوي، مناوشات خفيفة كده. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، ما خدوش حاجة، ما حققوش أهدافهم ولا جزء من أهدافهم، بل رجعوا منكوبين مخذولين. فكل حد هيعادي دين ربنا سبحانه وتعالى هيخذل، فلازم احنا نستبشر بفضل الله سبحانه وتعالى. قول الأحاديث، حديث أول حديث ذكر هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. تحقيق الإيمان، وهنا بيسأل عن العمل، فقال له إيمان، إن العمل ده من الإيمان صح، والإيمان يسمى عملا والعمل يسمى إيمان. خدت بالك؟ لأن الإيمان مش أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا الإيمان؟ لا، ده الإيمان ده قول وإيه وعمل. الإيمان ده كل حاجة ربنا بيحبها، سواء كانت بلسانك أو بقلبك أو بإيدك. خدت بالك؟ قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يبقى أعظم الأعمال اللي تعملها الجهاد. الجهاد يعني بذل الجهد في قتال الكفار وفي مقاومة المنافقين والمجرمين. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. حج مبرور يعني ليس فيه إثم، فش حرص على إثم أو ذنب أو إصرار على كبيرة. وهذا الحديث متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. شوف برضو مرتبة الجهاد متقدمة. يبقى هنا ابن مسعود رضي الله عنه بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله، وده دليل على همة الصحابة العالية، عايزين أفضل حاجة. فقال له: الصلاة على وقتها. إن المحافظة على الصلاة على وقتها محتاجة صبر، لأنها مش يوم واحد ومش صلاة واحدة، دول 5 صلوات كل يوم، فمحتاجين إيه؟ صبر ولا إيه؟ صح؟ كل يوم تصلي 5 صلوات. في واحد يقول لك: بس كتير قوي يا أخي. طب ما أنت كل يوم بتاكل، كل يوم بتروح الشغل، يبقى المفروض كل يوم تشكر ربنا ولا لأ؟ ما أنت كل يوم بتتنفس وببلاش ولا إيه؟ صح؟ يبقى كل يوم تشكر ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقك. بعدين دي الصلاة دي نعمة. آه والله. مش هتحس بيها إلا لما تدوق طعمها. قلت: ثم أي؟ إيه بعد الصلاة؟ قال: بر الوالدين. شوف بر الوالدين فيها ثواب كبير قبل الجهاد أهو. يعني بر الوالدين قبل الجهاد، مع إنه عمل يسير. بر الوالدين. وتلاقي إن الشريعة حثت الأبناء على بر الآباء. ما قالتش العكس، ما قالتش بر الأبناء. ليه بقى؟ ها؟ عشان ده أمر فطري، يعني الأب بيبقى حريص على ابنه، مش محتاج وصية. هو في حد بيوصي حد بيولعي بعيله؟ خلي بالك من عيالك الله يكرمك وبتاع وكلام من ده. لا، هو الأب أصلا عنده شفقة ورحمة كبيرة، بل ربما يقتطع من قوته ليطعم ولده، بيتعب نفسه عشان ابنه، بيشتغل ليل ونهار عشان يحوش له، وفي الاخر الولد ما يقولوش حتى شكرا، تخلفتني ليه؟ خد بالك، مش تجيب وكده غلط، انت ما عملتش برضو اللي عليه. يعني انت تتعب نفسك عشان ابنك وفي الاخر شايفك ايه؟ مقصر. خد بالك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى امر الابناء بمراعاة حق الايه؟ الاباء، وما امرش بالعكس، لان الاب مش محتاج وصية. خد بالك، الامر فطري جبلي. ولذلك يعني انت لو سمعت ان حد قاسى على ابنه وعمله معاملة شديدة وعنيفة، يبقى ده حالة شاذة صح؟ لكن تسمع ان ابن يقسو على ابيه، دي مش شاذة، دي منتشرة للأسف صح؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى امر ببر الوالدين، مع انه امر سهل بس ناس كتير بتفرط فيه. والوالدين اقل شيء يرضيهم. لو انت شفت ابوك كده تقول له: ده انت احسن اب والله، والله انا تعبك معايا مش عارف اشكرك ازاي، هنبسط منك اول، يا سلام هيطير بيك. ها؟ لكن هو قاعد يجيب لك بقى هديه، ويوم العيد يجيب لك يديك هديه ويديك هدوم. خدت بالك؟ ولما تعي ياخدك جاري يروح للدكتور يصرف عليك 16 17 سنه، واول ما صوته يتخن على ابوه صح؟ وعلى امه، امه بالذات بقى
يا ست انت خدت بالك كده يعني، حتى مش قولها يا امي. ها بعض حتى بعض الاباء، وده من العقوق يعني، بعض الابناء بيستنكف ان يخاطب امه باللفظه دي، قولهاش يا امه او يا امي، خدت بالك، يقولها يا حجه. اول ما يكبر الولد يقول ايه يا حجه، حجه مين يا ابني، احنا في السوق، ها مش قولها يا امي. ها يعني حتى كلمه مش عايز ايه، مش عايز يقولها حتى، ها مع ان ده خلاف الادب. شوف سيدنا ابراهيم مع ان اباه كان كافرا، كان كافرا ويدعوه الى الكفر، شوف كم مره يقول له يا ابتي يا ابتي، كل شويه يقول يا ابتي، شوف الادب. فده المفروض الابن يتعامل مع ابيه بهذا الايه، هذا الادب. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ده الانسان وهو صغير ده بيبقى مقرف، الطفل الصغير ده، لذلك لا يتحمله الا الاب والام، محدش يتحمله ابدا يعني، ودوه في اي حته الا بقى لو بفلوس بقى واجر، محدش يتحمل الطفل الصغير ده، ها متعب. ها لكن الام تتحمل وتتعب كتير عشانه، وكمان ايه مبسوطه يعني، كمان مسروره به. فحق الام والاب كبير ورضاهم سهل، فلا ينبغي التفريط فيه. قلت ثم اي بعد بر الوالدين ايه، قال الجهاد في سبيل الله. يبقى الجهاد ده مرتبة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يضاعف به الأجر. احنا هنقف هنا عند الحديث اللي هو 1286 عشان